تلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية ضربات موجعة في جبهة مأرب ونهم، وذلك جراء استمرار المعارك في عدد من المواقع. وقالت مصادر ميدانية أن قصفا جويا ومدفعيا دمر آليات حوثية وتعزيزات وتجمعات في جبهة مجزر وصلب. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية بارزة. وتتواصل المواجهات بشكل يومي في مختلف جبهات مأرب ونهم والجوف، وتتكبد فيها الميليشيات خسائر كبيرة في العدة والعتاد.